ختامها مسك مع ضيفتنا الكريمة اللي صارت موجودة معنا بالاستديو آية رمضان، وهي مصممة أشغال يدوية. أكيد شايفين الجمال بالقطع الموجودة عندنا بالاستديو. أهلا وسهلا فيك آية، ونورتينا. صباح الخير يا آية. صباح النور. أهلا عشان بنستغل الوقت معك اليوم، يعني بدنا نستغل الوقت وشو ما تبقى معنا من وقت، بدنا نعرف الفن يا آية الجميل جدا. أنت بنشوف اللمسات الجميلة واللطيفة. شكرا لك. بداية بدي أصبح عليكم وبشكركم على هاي الاستضافة. أهلا وسهلا. زي ما انتم شايفين انا بشتغل بالفنون التشكيليه، فن يعني بشكل عام. ما حبيت اتخصص بنوع معين من الفنون، جربت كل اكثر من نوع وحسيت اني حاببتهم كلهم. فمن خلال اكتشفت اني بحب هذا الشيء عن طريق الجامعه، لما دخلت على تخصص التصميم الداخلي، هو يعتبر تخصص فني، اكتشفت اني بحب وإلي ميول للفنون، فبلشت والحمد لله. في شو بلشتي آية؟ أول ريزن ولا شموع ولا بلشت شو بالرسم. بالرسم بلشت أرسم أول إشي، بعدين انتقلت للريزن، بعدين للشمع. الشمع كان آخر شيء. وين لقيتي حالك أكثر شيء؟ بحب الرسم أكثر شيء. دائما احنا بنقول التنوع ممكن يشتت بعض الأحيان. احنا شفناكي فنانة زي ما تفضلتي، تنوعتي ولكن أبدعتي. قديش هذا مهم إنه اليوم إنه كفنان إنه حتى لو كان متنوع إنه يكون مركز بشغله بكل الفنون الموجودة. مظبوط. هلا بداية يعني مرات ممكن الناس بتحكي إنه اللي ما بيكون مركز على نوع معين فن، نوع معين واحد، ممكن يتأخر على بين ما يوصل أو ينجح، لأنه زي ما حكيت بيصير فيه تشتت. صحيح. أنا ما حبيت أركز على نوع واحد لأنه مهم. كيف الإنسان بده يكون فنان لازم يكون ملم بكل أنواع الفنون، فحبيت يكون عندي خبرة بكل الفنون، جربتها كلها عشان يكون عندي معلومات. صح ممكن يكون يعني الطريق أو النجاح شوي بيطول أكثر، لأني بحس مرات في تشتت لأني مش مختصة بنوع واحد، بس بالنسبة لي هيك حاسة أني أنا لاقية حالي هون أكثر، لأني يعني بحب أني يكون عندي معلومات بمختلف أنواع الفنون. بالرسم بلشت أعلم كمان. برافو عليك يا آية. أفكارك عجبتني صراحة، خاصة كأنه عندنا آيس كوفي. لا هي صار ساعة تقوم يعني أنا محرقصة صراحة، الأشياء بتجنن. اللي بيشوف الكاسة بقول هذا آيس لاتيه، آيس كوفي، حتى التفاصيل اللي صراحة اللي جوا. أول ما جت آية بتطلع الأشياء فكرت إيش جبت نشربه، عرفتي كيف؟ أنا نفس الشيء، بس شوف قد إيه حلوة الأفكار. قولي لي من وين بتجيبي أفكارك؟ الشموع موجودة بالسوق كتير، حبيت لما أشتغل فيها تكون مميزة، ما تكون اللي خلص هي بكاسة وشمعة عادية بدون لون بدون شكل. بالضبط. أكيد لازم نتفنن، يعني الفن بده شكل، بده ألوان، وأنا بحب الألوان، فلازم يكون إشي مميز. غير هيك هي مش بس شكل، حتى الريحة مهم إنه تكون. هلأ هي شكلها آيس كوفي، لما تشميها حتى الثلج يعني تفاصيل. صح. كأنه في ثلج. صح. الريحة لازم تكون إلها دخل بالشكل. هاي بهاي الشمعة مثلاً بستخدم ثلاث أنواع شموع عشان أكون هذا الشكل. أنا بستخدم الشموع، شمع صويا، شمع الجل، فأكثر من نوع شمع بيعطيني هذا الشكل. حلو. بكون من هاي الأشكال. آية، أصعب أنواع الفنون اللي أنت بتحبي الرسم، لكن الصعب كان إيش هو؟ كيف قدرتي؟ كان صعب بالنسبة بالبداية وبعدين قدرتي تخطي هذا الحاجز الصعب، والآن بالنسبة لك صار سهل. هو ما بنحكي انه هو اصعب شيء، بس بوجه يعني من وجهه نظري هو فن الرسم، هو يعني قيمته بالنسبه لي اعلى من كل الفنون. فمش ضروري يكون الانسان موهوب عشان يكون فنان، الفن يكتسب. ف الرزن، الشموع، هاي فنون كلها ممكن الانسان يتعلمها من خلال ورشه، من خلال دوره، بالتدريب تتعلميها بتقدر تشتغلوا فيها. بس فن الرسم يعني قيمته غير. فن الرسم يعني مجال مختلف تماما، بده ممارسة، بده سنين. ممكن هاي نتعلمها بيومين، بثلاث أيام، ممكن بكورس مدته شهر، بس فن الرسم إشي مختلف تماما. طيب. بده ممارسة وقت طويل أكيد، وبده دعم يعني. طبعاً. وعم بنشوف والدتك معنا بالاستديو، نوجه لها تحية أكيد. قدي مهم دعم الأسرة والعائلة آية. طبعاً. لحتى تبتعي، خاصة أني أنا متأكدة بتكركي بالبيت وعندك يعني زاوية مخصوص لآية.
كل البيت مكركب كل يعني مش زاوية كل البيت مش زاوية واحدة. ماما هي الدعم الأولى لأني بكل إشي. وجهة تحية أكيد موجودة أكيد. طبعا كل الأهل والأصدقاء والأساتذة اللي درست معهم يعني مهم إنه الإنسان يكون في حواليه ناس تشجعه. صح. أنا كيف عرفت إني أنا ممكن إنه هاي أشياء تنجح لقدام صار عليها إقبال؟ هي بلشت من بلش من الأهل من الأصحاب من الناس القريبة عليك. نعم. آية يعني الأشغال اليدوية تحديدا نشاهد إنه فيك شوي صعوبة بتسويق أو إيجاد بوابة تسويقية لبعض المنتجات، لكن اليوم كان هناك في مهرجانات بتسمح للفنان بتسويق منتجاته اليدوية، الفن الرزن، الرسم إلى آخره. قديش مهم اليوم مشاركتك بمهرجانات معينة، بفعاليات معينة ضمن عملك اللي بتقومي فيه عشان تروجي هذا الشغل؟ صحيح. خصوصا الناس اللي بتشتغل اونلاين، يعني انا مشروعي اونلاين ما بيكون عندك محل او مكان تعرض فيه شغلك بشكل دائم، فالشغل الاونلاين بيكون شوي صعب لانه الناس ما بتكون شايف القطعه بالحقيقه. انا طيب. كثير بشوف انه ردود افعال الناس بتكون على الصوره شيء مختلف تماما عن لما يشوفوها بالواقع، لما تمسك القطعه تشوف وزنها تشوف حجمها تشم الريحه، فهي الاشياء كلها بتفرق. طبعا مهم كثير انه الانسان اللي بيكون عنده سمول بزنس او شيء اونلاين بيشتغل فيه مهم جدا انه يشارك بمهرجانات بازارات، لانه اذا ما شارك يعني الناس ما راح تشوفك، هذا ممكن يكون عائق انه الانسان ما يقدر يعني ينجح او يمشي بالطريق هذا بالشكل الصح. فانا هيك كمان بلشت، كيف الناس بلشت تعرفني اني بلشت اشارك بمعارض ببزارات، فهذا الطريق اللي ساعدني ان الناس جميل. تعرفني جميل. وتشوف قطعي بالحقيقه. بتحسي انه كفايه المشاركه بمعارض والبزارات، خاصه انه مش دائما في معارض وفي بزارات، هل ممكن انه تشتغلي اكثر على مواقع التواصل الاجتماعي تروجي اكثر؟ اكيد مواقع التواصل الاجتماعي شيء مهم ودائما لازم تكون يعني دائما شغاله، وانا دائما بشتغل على الانستغرام بصور بنزل بتعملي دعايات هاي الشيء ثابت لازم يكون. البزارات لما يكون في مجال الواحد بيشارك اكيد هذا الشيء. آية اخيرا سريعا، وين طموحك؟ وين حابه تكوني؟ انا بتمنى يكون عندي اكاديميه هيك كبيره ان شاء الله. باخر مره اجيت هون كنت بخبركم اني لسه بدرس وبفكر رح ابلش ادرس ورشات، فانا تخرجت وصرت اعلم، فان شاء الله على المقابله الجاي بكون عندي اكاديميه ان شاء الله، وكمان يكون عندك معرض صراحه يضم كل هالمنتجات الحلوه اللي فعلا جميله جدا. يعني آية نورتينا وفعلا ختامها مسك اليوم معنا بالحلقه بتواجدك معنا. شكرا. شكرا لك. شكرا كثير.